حتى من جانب الاستثمار الاقتصادي الصناعي كذلك أوبان والحرشاية وكيف مناطق النشاطات وراه النتائج أول ولاية على المستوى الوطني صدور قوانين قوانين تنظيمية والقوانين النصوص التطبيقية فيما يخص العقار الصناعي وكذلك بالنسبة للاستثمار راه يطبق في العامة أنا مصنع تبيعه 30 هكتار 150 مصر 1500 مصر شغل هذا أول مصنع في الجزائر بعد صدور القانون بهذا الحجم هذا والسيد خذان عقد النهائي عقد امتياز معتبر حتى يخدم هذا واحد فقط كاين خيرهم جايين عندنا مصنع تاع البنوماتيك تاع العجلات المطاطية مع مالي كوريا كاين مصانع أخرى بالمنظوريزم على لابيل هذا جنرال روبالي هذا كلهم راهم جايين تدريجيين ولكن تمشي الاجراءات ها نقول لكم كاين ناس الغالب اللي زرعوا هذا مش المره هذه الشيء اللي شفته وكاع شفتوه حتى الوالف اللي زرعوا السموم والشك ما عندهمش الشجاعه انهم يتكلموا حتى وسائل الاعلام نحييهم بزاف بزاف المرافقه نتاعهم سواء وطني سواء محليه كل زارتك كان صعب في التوجه العام تاع الدوله وهذا شرف كبير كانت بتجارب بالإيجابي حتى وكاين بعض الناقد واش وقتها اليوم صار لي يكونوا مي شفنا بالتوجه تاع الدوله الجزائريه اليوم باسكو نقول اليوم هذا قفزه وتطور كبير كبير انه نلقى نقول وراهم من بعد جاو واش داروا وزاره اسكو جابوا هنا واش جابوا هنا ازاي هذا كلام فارغ ما زيد داول هذا خلاص كونسومي اللي انت تخدم الروح ما تنساش يجيب لك الدوله ترافقك تدعمك من المبادره جيبك من عيال المنطقة والمنتخبية بين أهليها في كل هما اللي بادروا هما اللي يمشيوا ما بقاش واحد يجي يخدم في بلاصتك لقينا الاستجابة اليوم الحمد لله دونا عبر في قسمة أن كنا اليوم في جميع الاتجاهات كنا في الفلاحة الحمد لله عندنا زوج ملايين هكتار على مستوى الولاية